أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات of
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك فقد أخزيته إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا آتنا
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ما
love.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات اصبروا وصابروا
صدق الله العظيم. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه التلاوة المباركة لما تيسر من أيدك الحكيم استمعنا إليها من الشيخ محمود عبد الحكم، مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. وقد بدأت ساحته الفسيحة تمتلئ في هذه اللحظات بجمهور الوافدين إلى هذه الساحة المباركة الطيبة، يجلسون تحت أضواء المسجد وبين أضواء الإيمان، قلوبهم مستبشرة ووجوههم تنطق بكل المعاني الرائعة والسامية التي تعتمل في نفوسهم جميعا في هذه اللحظات الصافية من لحظات الحياة التي يسعد فيها الإنسان بالمثول بين يدي الله، لحظات يعيشها المرء المؤمن بين يدي خالقه يتأهب ليوم جديد من أيام شهر الصوم، ويستعد لهذا اليوم ويتزود لرحلته من هذه الساحة المباركة الطيبة، ومن هذه الساعة المباركة الطيبة ساعة السحر من اليوم الثاني من أيام شهر رمضان. تتلى علينا ويحين الآن موعد استماعنا إلى تلاوة الفجر من القرآن الكريم، نستمع إليها من الشيخ محمود عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك،
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله.